فؤاد مهداوي رئيس مكتب الدائم لمؤتمر الأثر والتراث الحضاري في الوطن العربي في دورته 26. تنظم وزارة الثقافة والشباب والتواصل ومنظمة التربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو الدورة 26 لمؤتمر الأثر والتراث الحضاري في الوطن العربي. هذه الدورة التي تعد بحق دورة استثنائية نظرا للظروف التي شهدها العالم العربي مؤخرا بسبب الكوارث الطبيعية مثل زلزال الحوز الذي أصاب المملكة المغربية، الله يرحم شهدائنا وعوض على الجميع يا رب العالمين، وكذلك شهداء مدينة درنا من خلال بالدولة ليبيا من خلال يعني الفيضان الذي أصابها، اللهم ارحم جميع الشهداء والموتى يا رب العالمين. هذه الدورة الاستثنائية التي جاءت في هذه الظروف الاستثنائية تناول برنامجها العلمي الذي سوف يعني يعرفه يعني نقاش والمداولة لمدة 3 أيام من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري. أكيد أن البرنامج راعى الخصوصية الدولية ومستجدات الحفاظ على التراث في زمن الأزمات وخصوصا الكوارث الطبيعية وغيرها. برنامج هذه الدورة غني جدا من خلال عرض السياسات الوطنية في البلدان العربية التي تعنى بحماية التراث الثقافي، حيث سوف يتداول المشاركون من الدول العربية يعني تجربتهم في حماية التراث وترميمه وتأهيله ورد الاعتبار إليه، سواء كان معماريا أو حضاريا في عموميته، أو كذلك تسليط الضوء على المدن العتيقة، حيث سوف يكون عرض المملكة منصب على تأهيل المدن العتيقة من خلال البرنامج الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في العديد من المدن. سوف تكون فرصة لعرض هذه التجربة المغربية في تأهيل النسيج العمراني داخل المدن العتيقة وتحسين ظروف العيش بها، إضافة إلى برامج يعني جلسات علمية أخرى تعنى بسبل التعاون سواء في الترميم والتأهيل ورد الاعتبار للمآثر المواقع التاريخية والمدن، كذلك في مجال التكوين وتبادل الخبرات، كما خصصنا المحور الرئيسي لحماية التراث الثقافي زمن الأزمات كما أسلفت، حيث ستتداول العديد من الدول تجربتها كيف تصدت إلى حماية التراث الثقافي وترميمه بعد الكوارث الطبيعية عافانا الله جميعا منها، وبالتالي سوف تكون فرصة أكيد لنعرض تجربتنا وما راكمنا في المملكة المغربية من معارف ومهارات ونتقاسمها مع أشقائنا العرب. كذلك ينضم على هامش الدورة 26 المؤتمر الأثار والتراث الحضاري في الوطن العربي معرضين تراثيين يبرزان الغنى والتنوع للتراث الثقافي المغربي، وذلك بعرض ما تم تسجيله من تراث عالمي في منظمة اليونسكو، سواء كان تراثا ماديا أو غير ماديا، حيث بلغت عدد الملفات المسجلة كتراث مادي للإنسانية 9 عناصر مادية و11 عنصرا غير ماديا، إضافة إلى التعريف بما حققته المملكة من تسجيل عنصرين ضمن برنامج ذاكرة العالم الذي يعنى بالتراث الوثائقي العالمي، حيث تم تسجيل مخطوطين ضمن البرنامج ذاكرة العالم كتراث للإنسانية. إضافة إلى هذا المعرض كذلك نظم معرض لنفائس المخطوطات المغربية. هذا المعرض قدم مجموعة من نفائس المخطوطات المغربية المحفوظة بالخزانات على الصعيد الوطني، وقد قسم حسب مواضيع الإنسانية
الانتاج الفكري الذي عرفه عرفته بلادنا عبر العصور وعبر قرون، فتناول مواضيع مختلفه مثل المصاحف، السيره، الحديث النبوي، العلوم، الاداب، التاريخ، يعني تناول جميع دروب المعرفه. وبالتالي فقد قدمنا لاشقائنا العرب والمدعوين الى هذا المؤتمر من جميع الجنسيات ثقافه الغنى وتنوع ثقافتنا المغربيه. محمد عبد الخالق بن رضا، مدير اداره الاثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب من دوله الكويت. في البداية أتقدم بحر التعازي وخالص العزاء والمواساة نيابة عن حكومة الشعب الكويتي إلى الشعبين البلدين الشقيقين، الشعب المغربي والشعب الليبي، جراء الزلازل والفيضانات التي ضربت البلدين الشقيقين مؤخرا. سألنا الله مولى القدير أن يمن الشفاء العاجل لمصابينا وأن تغمد أرواح الضحايا، يوزع رحمته ويسكن فسيح جناته، يحفظ دولنا العربية وأمتنا الإسلامية من كل مكروه وسوء. كذلك انتهز هذه الفرصة للتقدم بالشكر الجزيل لكل من وزارة الثقافة والتواصل والشباب في المملكة المغربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على حسن استضافة هذه أعمال المؤتمر 26 مؤتمر الآثار والتراث الحضري يقام في مدينة فاس. كما نشكر وزارة الثقافة في الجمهورية الموريتانية على حسن إدارة أعمال المؤتمر 25 لمؤتمر الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي. الأشقاء في المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية ودولة فلسطين على تسجيل مواقعها ضمن تراث قائمة التراث العالمي مؤخرا ضمن أعمال لجنة التراث العالمي التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الرياض. تنعقد الدورة 26 لمؤتمر التراث والآثار الحضارية بمدينة فاس من تنظيم المنظمة العربية للتربية الثقافة والعلوم بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والتواصل بالمملكة المغربية. أهمية هذا المؤتمر تأتي في سياق اهتمام الأليكسو وكذلك كل إداراتها خاصة إدارة الثقافة بوضع سياسة للتراث والآثار في البلاد العربية، ولذلك فهذا المؤتمر سيناقش من خلاله العديد من الأوراق التي تهتم بهذا الموضوع، كما تهتم بموضوع أساسي وهو تسجيل العديد من المآثر التراثية المادية وغير المادية كتراث إنساني. عبد الفتاح الحجمري، مدير مكتب الأليكسو في الرياض. الآثار والتراث الحضاري في الدول العربية من أجل ينعقد في ظرفية زمنية متميزة تمر بها الدول العربية والعالم في هذا المجال. نتمنى أن يخرج مؤتمر بجملة من السياسة تكون خارج طريق مستقبلي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كبيت خبرة عربي في هذه المجالات إن شاء الله. شكرا جزيلا. ما تنساش دير أبوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.